ازيك عامل ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. في حلقة النهاردة هنتعلم ازاي نتكلم عن الاجازة بتاعتنا وازاي نقول احنا رايحين الاجازة فين ورايحينها امتى، وكمان هنتعلم ازاي نقرأ التاريخ بالانجليزي، وكمان هنتعلم ازاي نتكلم عن الجو وحالة الجو بالانجليزي. انا اسمي احمد حسن وانت بتفرج على Learn Different Academy. دي الحلقة السادسة من الكورس، فلو ما شفتش الخمس حلقات اللي فاتوا اتأكد انك تشوفهم، هتلاقيهم مترتبين في قائمة التشغيل باسم تعلم الانجليزية من الصفر مع احمد حسن. لو قابلت حد من اصحابك وعايز تقوله عامل ايه، اخبارك ايه، هتقوله How are you? 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 دورك؟ هو بالطبيعي هيرد عليك ويقولك انا كويس الحمد لله انا تمام، فهيقولك I'm good, I'm great, I'm okay، اي حاجه من الحاجات دي. فلو قال لك ام جريد معناها ان هو كويس، يعني حاجه فل الفل العناب يعني، فيقول لك ام جريد ام جريد ام جريد. دورك. ولو عايز تقول لصاحبك انك رايح في اجازه هتقول له ام جوينج اون فاكيشن ام جوينج اون فاكيشن ام جوينج اون فاكيشن. فكلمه فاكيشن معناها اجازه، ام جوينج اون فاكيشن يعني انا رايح في اجازه. دورك. فلو صاحبك عنده فضول وعايز يعرف انت رايح الاجازه فين بالظبط هيقول لك Where are you going? Where are you going? Where are you going? Where are you going? يعني انت رايح فين؟ Where are you going؟ دورك. فانت لو رايح اسكندريه مثلا وعايز تقول له انك رايح اسكندريه هتقول له I'm going to Alexandria. I'm going to وبعدين المكان اللي انت رايحه، فتقول له I'm going to Alexandria. I'm going to Alexandria. I'm going to Alexandria. دورك. ولو هو عايز يسألك هتسافر امتى هيقول لك When are you leaving? When are you leaving? When are you leaving? يعني هو انت هتمشي امتى؟ When are you leaving? دورك. فانت هترد عليه طبيعي وتقول له I'm leaving on Sunday. يعني انا همشي يوم الحد. I'm leaving on Friday. I'm leaving on Tuesday. وهكذا. دورك. فلو هو عايز يتمنى لك رحلة سعيدة هيقول لك Have a nice trip. Have a nice trip. Have a nice trip يعني أتمنى لك رحلة سعيدة. Have a nice trip. Have a nice trip. دورك. فكده أنت قلت له أنك رايح أجازة، وقلت له أنت رايح فين، وكمان قلت له انت هتمشي يوم ايه او هتمشي امتى بالضبط. ده كده كان الجزء الاول الخاص بالمحادثة. وخلينا اقولك هنا ملحوظة مهمة جدا، لو عايز تستفيد اكبر استفادة من اي محادثة انا بعلمها لك في الحلقة دي او في اي حلقات تانية سواء اللي فاتت او اللي جاية كمان، لازم تحاول تعملها في سيناريو خاص بيك انت وتستخدمها في حياتك. وانت مش محتاج انك انت تستخدمها مع اي حد، انت ممكن تعمل نفسك شخصيتين تطلع بمنظرين يعني زي ما بيقولوا كده، انت تسأل نفسك السؤال وانت تجاوب بنفسك على السؤال. فانت لو عملت كده هتلاقي نفسك بتطبق اللي انا بقوله وبتستفيد، والحاجه بتثبت في دماغك وما تنساهاش ابدا. اما الجزء التاني بقى الخاص بازاي تقرا التاريخ، فده اللي هنتعلمه دلوقتي حالا. فمثلا لو عايز تقول النهارده 1 يناير يوم الاثنين، في الانجليش هتنطق يوم الاثنين الاول وبعد كده تنطق الشهر وبعد كده تنطق رقم اليوم. وخليني اقول لك ملحوظه صغيره بالنسبه لرقم اليوم، عندك اليوم الاول في الشهر هو اسمه first، بيتكتب 1st first first first. دورك. تاني يوم اسمه second second second. دورك. تالت يوم اسمه third 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 third. دورك. اي يوم بقى بعد كده بداية من اليوم الرابع لحد اليوم اي عدد، ساعتها هيبقى هتكتب اسم الرقم، يعني مثلا رقم 4 يبقى 4 وبعديها هتحط تي اتش فيبقى 4th، 5 يبقى 5 وبعديها تي اتش يبقى 5th، 6 يبقى 6 وبعديها التي اتش تبقى 6th، وبعدين 7 يبقى 7 وبعديها التي اتش تبقى 7th، وهكذا. دورك. فعشان تقول ان النهارده 1 يناير يوم الاثنين هتقولها بالشكل ده: Today is Monday January 1st. Today is Monday, January 1st. دورك. بنفس الطريقة هتقرأ أي تاريخ، هتقول اليوم الأول
وبعد كده الشهر وبعد كده رقم اليوم. طبعا انا عارف ان الموضوع ممكن يكون بالنسبه لك معقد شويه وحاسس ان في لخبطه وحاسس ان الارقام مش واضحه بالنسبه لك في الانجليش، فهحاول اعمل لك حلقه خاصه عن قراءه الارقام وكتابتها عشان يبقى الموضوع مفصل ليك بشكل اكتر علشان تبقى فاهمه اكتر. وطبعا بالنسبه لايام الاسبوع احنا قلناها في الحلقه اللي فاتت، ارجع لها لو ما شفتهاش علشان تستفيد وتعرف ايام الاسبوع وكمان شهور السنه. اخر جزء هنتكلم عنه النهارده هو الجزء الخاص بالطقس او حاله الجو. انت عايز تسال حد هو الجو عامل ايه، هل الجو كويس ولا الجو وحش النهارده، الجو عامل ايه؟ فهتقول له بمنتهى البساطه What's the weather like today? What's the weather like today? What's the weather like today? دورك. فكلمه weather معناها الطقس او حاله الجو، وكلمه today معناها النهارده. السنة عندنا بتتكون من أربع فصول، والفصول بالإنجليش اسمها seasons 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 seasons. دورك. وفصول السنة الأربعة هم بالترتيب كده: صيف، خريف، ربيع، شتاء. أنا مش عارف ترتيبهم إيه بالظبط دلوقتي بس مش قصتنا. فالصيف اسمه summer 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 summer. دورك. اما الشتاء اسمه winter 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 winter. دورك. والربيع اسمه spring 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 spring. دورك. اما الخريف فليه نطقين، زمان كانوا بيقولوا عليه autumn autumn autumn، بس دلوقتي هتلاقي كل الناس بيقولوا عليه fall 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 fall. دورك. ولما حد يسألك What's the weather like today؟ يعني الجو عامل ايه النهاردة؟ فانت هتقوله ان هو ممطر، او هتقوله ان هو في رياح شديدة، او هتقوله مثلا ان هو في تلج نازل من السماء، او هتوصف باي حاجة من الحاجات دي. طب الحاجات دي معناها ايه بالانجلش؟ معناها كالآتي: لو الجو ممطر او في مطرة شديدة هتقول It's rainy It's rainy It's rainy It's rainy. دورك. اما لو في رياح شديده في الجو فهتقول اتس ويندي اتس ويندي اتس ويندي اتس ويندي. دورك. ولو عايز تقول ان في تلج او الجو في تلج كده بينزل او في قطع تلج، طبعا ده مش عندنا في مصر بس في بلاد كتير فيها الكلام ده، فهتقول اتس سنووي اتس سنووي اتس سنووي سنووي. دورك. ولو الجو مشمس كده والشمس جميله وحلوه كده هتقول اتس sunny اتس sunny اتس sunny sunny. دورك. اما بقى لو في غيوم وفي سحاب كتير في الجو فهتقول اتس cloudy اتس cloudy اتس cloudy cloudy cloudy. دورك. وحاله الجو من ناحيه الحراره او البروده بتنقسم لاربع اقسام. اول حاجه ان هو يكون بارد جدا، ففي الحاله دي تقول اتس كولد 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 كولد. دورك. كول يعني الجو ساعة بس كويس كده، فتقول كول كول يعني الجو لطيف كول كول. دورك. او ان يكون دافي، فالجو يعني في شويه حراره كده بس الجو دفى، يعني انت لا حران ولا بردان، الجو حلو برضه، فتقول وورم warm it's warm it's warm. دورك. اما اخر حاجه بقى اللي هو بيبقى حر قوي في الصيف فتقول it's hot it's hot it's hot it's hot. دورك. ولو انت عايز تسال حد هو انت بتاخد اجازتك في انهي وقت في السنه، بتحب تاخدها في الصيف ولا في الشتاء ولا في اي وقت، فهتقول له when do you go on vacation when do you go on vacation when do you go on vacation. دورك. فهو لو عايز يقول لك مثلا انا دايما باخد اجازتي في الصيف او في الشتاء او في ايا كان، هيقول لك I always go in the I always go in the summer I always go in the winter I always go in the spring وهكذا. دورك. وبس، وبكده اكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى اكون استفدت منها، وانصحك جدا انك تشوف الحلقات اللي فاتت علشان ما يفوتكش اي حاجه من كورس تعلم الانجليزيه من الصفر مع احمد حسن، واشوفك في الحلقه الجايه.